وبالعودة إلى ملف الحوار الوطني، ينضم إلينا هاتفيا النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا بك سيادة النائب. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. إذا يناقش الحوار الوطني في جلساته الحالية قضايا تمثل أهمية كبرى، سواء التعليم والدعم وتطوير الثانوية العامة وأيضا الحبس الاحتياطي. كيف ترى أهمية توصيات ومخرجات الحوار الوطني وتحويلها إلى قرارات على أرض الواقع؟ طبعا مجلس امناء الحوار الوطني بينعقد بصفه مستمره. احنا كان عندنا انعقاد يوم السبت الماضي، ناقشنا عدد من القضايا المهمه. في مقدمتها ان موضوع المحللين من دوله رئيس مجلس الوزراء، وخاص بموضوع الدعم العيني والدعم النقدي، وطبعا طلبنا ان يكون هناك بيانات واضحه من الحكومه وارقام حتى نستطيع ان نجري حوارا مجتمعيا على مستوى مجلس امناء الحوار الوطني، ونبدا نتراس على الموضوع ونوضع فيه كافه اطراف الموضوع من المواطنين والمؤسسات والهيئات والاحزاب. الموضوع الاخر هو كان تفعيل دور اللجنه التنسيقيه اللي شكلها طلع بها قرار من دوله رئيس مجلس الوزراء لتفعيل التوصيات اللي صدرت في المرحله الاولى، اللي هي 135 توصيه في المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، و97 توصيه خاصه بالمحور الاقتصادي. ايضا حددنا جلسه اليوم كامله، يوم كامل اليوم، حول الموضوع الخاص به الحبس الاحتياطي، ودي طبعا من طبقا للماده 54 من الدستور اللي بتحدد، يعني القانون ينظم احكام الحبس الاحتياطي ومدته والتعويضات الناتجه عن الحبس الخطأ، وطبعا والتدابير اللازمه. فطبعا احنا النهارده جلسه مستمره، جلستين، جلسه بدات من الصباح الباكر الساعه 10 صباحا او 11 صباحا واستمرت، والجلسه الثانيه شغاله بنتحدث عن عدد من الامور الخاصه بالحبس الاحتياطي، مده الحبس الاحتياطي، وهناك في تقريبا توافق كامل عن تقليل مده الحبس الاحتياطي لتصبح في الجنح 4 شهور، وفي جنيه 12 شهر، وفي الاحكام الاعدام او المؤبد بتبقى 18 شهر. ايضا بندور من نتحدث الان دلوقتي عن يعني بدائل للحبس الاحتياطي. ايضا بنبحث الان برضه دلوقتي عن امور التعويض الخاصه عن الحبس الاحتياطي الخطا. كل دي هذه مسائل احنا بنبحثها النهارده، وجلسه مستمره ودعي ليها عدد من في مجموعه من البرلمانيين، مجموعة من القانونيين، ودي طبعا يمكن تتمشى مع ما ذهب اليه مجلس النواب واللجنه اللي شكلها دوله رئيس مجلس النواب الشهر حنفي الجالي، والخاصه بتشكيل لجنه اللي هي بدا دائما تعديل في احكام او قانون الاجراءات الجنائيه، ومن ضمن القانون الماده او المواد الخاصه بالحبس الاحتياطي. وهنا هيبقى في نوع من انواع التكامل والتنسيق ما بين ما يخرج من الحوار الوطني ثم ينطلق الى رئيس الجمهوريه، اللي دوره دائما بيحولها الى الجهات المعنيه، وهو هيكون البرلمان. فيمكن احنا شغالين حتى الان ومستمرين حتى ننهي هذا الموضوع لغايه الاهميه، ومستمرين بعد ذلك في جلسات كثيره حول الحوار واستمرار الموضوعات التي لم تطرح ولم تناقش من قبل. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. شكرا جزيلا يا فندم.